إلى أخبار الاقتصاد مع تيماء. تفضل تيماء. شكرا يزار، مساء الخير. مساء الخير مشاهدينا، بداية الأخبار الاقتصادية مع العناوين. صندوق التخفيف من آثار الجفاف يعوض مزارعي اللوز والقمح والمشمش ب 970 مليون ليرة سورية. لا إغلاق لأي منشأة في عدرا الصناعية والصناعيون متمسكون بمعاملهم. أهلا بكم. وافق مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على تعويض مزارعي اللوز المتضررين في محافظة حمص وحماة نتيجة موجة الصقيع الحاصلة في نهاية شهر آذار من هذا العام. هذا وبلغ عدد المزارعين المتضررين 4567 مزارعا. كما تمت الموافقة على تعويض مزارعي القمح البعل في اللاذقية نتيجة البرد الحاصل في آذار مارس هذا العام أيضا. كذلك وافق المجلس خلال اجتماعه برئاسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنة على تعويض مزارعي المشمش المتضررين في ريف دمشق نتيجة الصقيع الحاصل في منتصف شهر نيسان أبريل من هذا العام، والذي تسبب بضرر لمساحة تقدر ب 549 دنما. بحث وزير الصناعة زياد صبحي صباغ مع وزير الصناعة والتجارة في جمهورية دونيتسك الشعبية فلاديمير روشاك سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على خلق أرضية مشتركة للتعاون المثمر في المجال الصناعي. وأشار الوزير صباغ إلى سعي الوزارة لتعاون صناعي واقتصادي مرض بين البلدين في المستقبل القريب، إضافة إلى إمكانية التعاون في مجال الأسمدة بمختلف أنواعها والصناعات المعدنية. من جانبه أكد الوزير روشاك رغبة صناعيي ورجال الأعمال في جمهورية دونيتسك الشعبية بتأسيس مشاريع وشركات مشتركة خاصة في مجال صناعة البتروكيماويات والمحركات ومستلزمات المناجم. أكد المهندس فارس فارس مدير المدينة الصناعية في عدرا ازدياد الطلب على المقاسم وعدم إغلاق أي منشأة، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم مستلزمات العمليات الإنتاجية بكل جوانبها. ولفت فارس إلى أن الطلب على المقاسم الصناعية زاد بشكل كبير وبنسبة امتلاء 100% في القطاعات كافة. هذا وبلغ عدد رخص البناء لعام 2021 300 رخصة والمقاسم المخصصة نحو 275. كذلك بيّنت إدارة المدينة الصناعية في عدرا أن عدد المقاسم المسلمة 5116 مقسما، فيما بلغ عدد المنشآت العاملة 1068 منشأة، وعدد رخص البناء 3757 رخصة، وعدد المقاسم المخصصة 5315 مقسما. قبل بدء قطاف الزيتون في ريف إدلب المحرر يهدد الإنتاج قلة الدعم الحكومي الذي يصل للمزارع، ما ينعكس على التقديرات الأولية للموسم وبالتالي على مصدر رزق الفلاحين في المحافظة بشكل عام. يتفقد هذا المزارع أشجار الزيتون في أرضه قبل أيام من موعد القطاف، حزينا على ما وصل إليه الحال، ضعف في الإنتاج والموسم الذي ينتظره كل عام لكسب رزقه لا يبشر بالخير. وضعنا السنة صعب جدا، قلة أمطار، بعدين يعني لا صار دعم لمازوت يعطونا، كان سقينا يعني الزيتون هذا يعني بحاجة لمي، يعني خاصة ونحن استقرار ثالث كنا نسقيه، يعني بالسنة كنا نسقيه ميتين أو ثلاثة السنة ولا مي. نظرا لغلاء المازوت في هذا الوقت وفي هذه السنة هاي خاصة، يعني طبعا خف الاهتمام بشجرة الزيتون، هذه الشجرة يعني غلاء المازوت قلية المي. نحن نطالب بتشغيل الأبار اللي تابعة للحزام الأخضر، في عندنا شيء أو خمسة أبار بناحية سنجار يعني هي تابعة للحزام الأخضر، تشكيلها مشان سقاية الزيتون. أنا عندي سجر، بدي أطلع على السجرة،
دعبي سيارة المازوت اللتر ب 3300 ليرة. أنا لو وصل السجر وصاحب الجرار بدي فلاح بده 5000 عدلهم. قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في موعد عقد الثمار وقلة الدعم الحكومي كلها عوامل عكست سلبا على قطاع الزراعة وخاصة إنتاج الزيتون، حيث اصطدم المزارعون بارتفاع تكاليف المرتبطة بأعمال الحرف نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة والأدوية الزراعية. ما في، لا عنا أدوية، لا عنا مثلا إمكانيات نسق السجر، لا عنا إمكانيات نفلاح، ما في عناية. اليوم بهالسنة المضت هاي اللي جفاف، نحن بحاجة سغاية، بحاجة فلاحة. احنا بالنسبة للموسم الزيتون اللي السنة هاي يعني من 30 سنة احنا ما وصلنا للطبيعة اللي احتو شايفينها، يعني بالنسبة للزيتون من العطش ومن قلة الأمطار بسبب السنة الماضية للجفاف. فاحنا نطلب من الدولة الكريمة انه تهتمنا شوية، تدعمنا شوية، سواء بالنسبة للبيرما او شغلة انه مشان نسق الزيتون مشان الفلاح. كميات الإنتاج لهذا العام لن تتجاوز 30% عن العام الماضي في ريف إدلب المحرر، والمطالب هي ذاتها تتكرر من اهتمام ودعم للمزارع كي لا نصل في كل موسم إلى مطالب تعويض الخسائر بدلا من تسويق الإنتاج. موسم قطاف الزيتون بدأ كذلك في الساحل السوري، ومزارعو اللاذقية يجنون المحصول رغم قلة مستلزمات الإنتاج. الزيتون مادة رئيسية للمزارعين، نحن بالأخص المزارعين، شيء للزيت، شيء للراس، شيء يعني ما في المزارع يستغنى عنه. إلى زيتونهم الأخضر يمضي أهالي محافظة اللاذقية في موعد سنوي يعصرون الأيام لمجيئه كما يعصرون حباتهم المستديرة. البساتين المنتشرة على مساحات كبيرة من ريف محافظة اللاذقية يأمها المزارعون من ساعات الصباح الأولى في أجواء باتت عادات وتقاليد سنوية فيها من الإلفة والمودة والأحاديث ما ينسي المزارعين هذا النوع الشاق من العمل. بالنسبة للسنة، السنة ما فينا سمدنا نهائيا لأنه ما في سمد نهائيا. بيجوز الزيتون لأنه ما سمدنا ما عطينا في السنة ما كتير عليه زيتون. لا في سماد ولا في شيء إننا نقدم له، حتى أنه في بعض الزيتون مصاب بالمرض ما فينا مرش. أجور السيارة غالية، يعني كيش منطلع من موسم الزيتون ما بيطلع غير أجر السيارة. والبنزين بالموتور عم نعبي بأربعة وبأربعة ونص بخمسة حتى فينا نقوله على البيت. السماد مو متوفر بتعرف بسبب الأوضاع الراهنة، يعني فالأوضاع ما كتير، فعم نعتمد على الطرق القديمة مثل الدواب مثل الزبل الطبيعي، ومنشتغل بإمكانياتنا بالأدوات الموجودة عندنا، والحمد لله شو ببعث الرب، الحمد لله يعني هذا موسمنا. قلة الأمطار وصعوبة التضاريس في بعض المناطق الجبلية، في بعض المناطق بحاجة إلى طرق زراعية، طرق زراعية مشان ننقل محاصيل وتلافي الحرائق اللي عم بتصير عندنا بالمنطقة هون. بنعاني من مشكلة وحدة، تأمين المازوت أو الكهرباء. في حال توفر المازوت أو الكهرباء بأسعار مناسبة التسعيرة كويسة ومرضية للجميع. يعني الزيتون أو الذهب الأخضر كما يحلو لأصحابه أن يسمونه هو بركة كل بيت ساحلي، وهو القارورة الدافئة في أركان البيت ومونته. من اللاذقية باسم عباس، قناة السما الفضائية. ختام النشرة الاقتصادية وعودة إلى سياق النشرة مع نزار. شكرا.